عندي طاسه وجريل على النار، جريل طاسه صينيه مضوء ايا كان اللي عندك حطيه على النار يسخن، ومحتاجه سمنه بالشكل ده كده، زبده ما عنديش مشكله. بلاش زيت علشان انا محتاجه التطعيمه اللي في الزبده والسمن. بصوا الطاسه او الجريل يكون سخن بالشكل ده كده، ومش محتاجه اي حاجه غير ان انا اخد مثلثات الرقاق الطري اللي احنا فضلت مننا، خلوا بالكم من حته فضلت مننا، وهعمل كده. بصوا المنظر شايفين ده اللي انا عايزاه، بصوا اكنه بيتحمر، بصوا بالشكل ده كده. الناحيه الثانيه نفس النظام، دي بنوته عندها 10 12 سنه ممكن تعملها. بصوا قطع الرقاق بتتعمل ازاي، تحس ان هي بترفع، بصي كده بتتحمر معايا نقطه سمنه، يعني بصوا دهنه سمنه اهو بالشكل ده كده. بصوا بدا ان هو يقرمش معايا، بصوا الشكل شايفين بالشكل ده، يعني يعتبر اسرع نوع حلو ممكن تعمليه بالبواقي اللي موجوده عندك. فاكرين الرقاق الطري اللي احنا بنعمله، الجلاش الحلو اللي احنا بنعمله بالجلاش، سامعين؟ بصوا شايفين بقت ماسكه نفسها ازاي، قرمشت. هنحطها في طبق جنبينا كده علشان نحط غيرها، ما بندهنهوش اي حاجه، انا بعتمد على دهنه السمنه اللي اتحطت في الطاسه. بصوا اول ما تنزل الناحيه الثانيه شايفين، ده بقى تعمليه كده في ليالي الشتاء البارده دي، ما شاء الله اللهم بارك. تاني مجرد ما تنزل، هي اصلا الطاسه سخنه، وخلوا بالكم مجرد اول واحده ما بتطلع معانا الباقي كله ما بياخدش وقت خالص 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 بالشكل ده شايفين. تكوني بقى محضره حليب، وتكوني محضره سكر بودره، مش عايزه اكتر من كده. رشه السكر البودره ممكن تاكليها زي ما هي كده، وممكن تروحي مسخنه شويه حليب لو مش عايزه رشه السكر البودره، وتروحي رشاه على الوش مسقسقاه كده، يا روحي على الجمال. دهنه السمنه اللي احنا حطيناها في الاول هي دي اللي عليها التركيز كله، ما بتحطيش غيرها اهو. الا بقى لو اتشربت خالص كلها كنت لسه ما خلصتيش الكميه، لكن بصوا انا ما حطيتش سمنتين اهو شايفين. متهيالي مش هتلاقوا اسهل من كده، يخلص معاكوا الكميه كلها. نروح رشين سكر بودره، بتحبي ان هو يكون مسقسق تروحي مسقسقاه بحليب، ويعيشي بقى صحتين وعافيه على قلبك وعلى قلب ولادك يا رب. ده باللي فضل. طب انا مش عايزه اللي فضل وعايزه اعمل صنف جديد، ما عنديش اي مشكله، ربع كيلو رقاق يا ستي، ربع كيلو، مش هقول لك نص ولا كيلو، لا ربع كيلو رقاق. ابداي قطعيه مثلثات، وابداي اعمليه زي ما انا عامله كده، هيطلع معاكي في منتهى الجمال. احنا اللي عملنا ايه الحلو من بواقي التقطيعات بتاعتنا بالشكل ده. انا خلصت يعتبر، لقيتوا ان هو بدا ينشف معاكم ولسه قدامكم وقت، او لسه قدامكم كميه اهو، بصوا كده مش كتير اهو، يا دوب كده حاجات بسيطه قوي، ويقرمش معاكم. وادي السكر البودره اهو مش عايزه كتير، ومش هحط عليه الحليب دلوقتي لسبب ان انا مش عايزاه ان هو يطرى، هحط عليه سكر بودر بس، والحليب اما تيجي تاكليه. اتعمل في ثواني، ما خدش معانا وقت خالص. سكر البودر متهيألي مش عايزه اي حاجه، ما عندكيش سكر بودر، ربع كوبايه سكر كده او نص كوبايه سكر، تطحنيها في الخلاط او المطحنه عندك هتطلع معاكي زي الفل.